احنا دلوقتي في المكالمة الثالثة، ودايما يعني اتمنى المكالمة اللي فاتت تكون جابت نتيجة و and that unlucky girl يعني should be happy now ان شاء الله. دلوقتي معانا مكالمة ثانية. ايوه مستر، ايوه معايا. كنت عايز اسال سؤال. اتفضل يا فندم. مين معايا الاول؟ معايا شاهيناز. alright شاهيناز، how are you؟ I am fine thank you. Thank you. alright اتفضل اتفضل. بص يا مستر، هو عايز يفتش في الواتس اللي على موبايل جوزي. الواتس؟ قصدك واتساب. واتساب ايوه هو ده. اجابتي هتفرق معاكي؟ لا طبعا مش هتفرق. خلاص ما فيش يعني. alright. ايه بقى؟ اترجم يعني لازم فتش؟ اه I have كلمة have to يعني لازم، بس بنطقها بسرعة have to. ويفتش يعني search. So I have to search him. طيب ايه السؤال بقى؟ هو مين بقى الأقوى؟ اللاف ولا اللايك؟ في لاف يضحك، لا قصدك لاف. لاف الحب يعني. لا طبعا لاف أقوى 100 مرة من لايك، يعني واحد لاف كده ب 100 لايك، فطبعا لاف أقوى. إيه الموضوع طيب؟ إيه اللي بيخليك تسألي؟ أصل يا مستر أنا لقيته كاتب يعني الواحدة كلام كده على الواتساب. ايوه هو ده. وكنت عايز افهم ايه الحوار. ممكن اسالك عن معاني الكلمات اللي كان هو كاتبها؟ اتفضلي. اتفضلي يا ربنا. انا سسبكت هيم. حضرتك شاكه فيه؟ ايوه سسبكت هيم. جدا. ممكن تشيل الاتش من هيم لو عايزه تنطقيها يعني صاروخ، يعني اي سسبكت هيم. اي سسبكت هيم. كنت سايفها ذا جيرل اب ستيرز. ماشي طيب، وانت عارفه ترجمتها؟ عارفه اب ستيرز دي معروفه يعني اب ستيرز اللي فوق. ايه جيرل دي بقى؟ يعني حضرتك عارفه اب ستيرز اللي هي اللي فوق، مش عارفه جيرل؟ والله انت كنت غايبه يوميها في المدرسه. مش انا قلت كده بقى. قلت كده. اوكي يعني ايه؟ انا هموت من دي يعني البنت اللي فوق، البنت اللي ساكنه فوق. يا نهار اسود، يعني في بنت هو بيكلمها ساكنه فوقينا؟ هو ده اللي على الرساله عند حضرتك يا فندم. هو يعني ممكن بس اعرف ايه اللي مكتوب عشان نتابع الموضوع مع بعض. كاتب لها ايه يعني؟ بص يا مستر، في شويه كلام كده هقوله لك وتقول لي والنبي ربنا يستر. اوكي انا معاكي. بص بيقول لها when you need me، لما تحتاجيني. when you need me you will find me beside you. you will find me beside you not I will you'll she will you'll سامعين يا جماعه؟ you'll find me beside you. you'll find me beside you. وايه تاني؟ you are not alone. بيقول لها انت مش لوحدك. you are not alone. you are not alone. ايه تاني بيقول؟ I will see you tonight to give you the new box سلاح التلميذ. ثانية واحدة يا فندم. I'll see you tonight. قلبي وقع عندها، بس طلع to give you the new book. هو بيجيب لها كتب وسلاح. سلاح التلميذ. سلاح طبعا ما بنترجمش يا جماعة. سلاح التلميذ ترجمة حرفية بقى the weapon of the student. مش عايزين عنف في المدارس، بس فندم هو بيقول I'll bring you the book سلاح التلميذ. وقال ايه تاني معلش؟ ابعت لي رسالة. My greetings to your dad. طب كملي، في رسالة تانية ولا وقفت عند كده؟ تحياتي لبابا. ثانية واحدة، في طفلة أو طالبة صغيرة ساكنة فوقيك وهو بيجيب لها كتب وباباها عيان ورايح يزورهم؟ أيوة في واحدة فوقيها بيديها درس. وسط أعصابي أنا بحسب الراجل يعني وومنايزر وكده. لا هو مدرس. لا من وومنايزر دي مش مهنة. اللي أشوف الفيديو فات معناها إيه، بس واضح إن في حد وعيان وبنته هو بيساعدها وبيجيب لها كتب وكده يعني. والله راجل أمير، راجل طيب يعني. ده لو أنا طيب. you were unjust يا نظام. you were unjust to him. اسامحه يعني؟ هو عمل حاجة عشان تسامحيه؟ he didn't do anything اساسا. يعني افتش تاني؟ هتفرق اجابتي؟ طبعا يعني افتش تاني؟ اترجم يعني ولا ايه؟ مش should I search again؟ should I search again؟ حضرتك ظلمتيه والحمد لله كل سنة وانتم طيبين وعايزين نسمع زغروطة حلوة كده وكل حاجة. شكرا قوي. اهم حاجة مش قاعدة بيقفل ازاي؟